التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي جانفي 2022 جديد، يقول أنه المخاطر الخمسة الكبرى التي تواجه الدولة التونسية حسب استطلاع الرأي المدراء التنفيذيين، ثم مخاوف كثيرة وكبيرة من انهيار الدولة: الديون، التشغيل، الأزمة المعيشية، الركود الاقتصادي، انتشار النشاط الاقتصادي المحظور. عملية كاتحاد كقوة عملية، لو نحكو كقوة عملية فيه تقريبا 800 ألف منخرط، يعني في مقابل خطابات التصعيد التي تنحوها المعارضة وأنت من القيادات الفاعلة في مواطنون الانقلاب. الاتحاد في النهاية إذا كان يشوف اليوم الدولة مهددة، ألا يمكن نبرر له يعني انحناءته في وجه هذه العاصفة الشعبوية؟ العلاقة الوطيدة بين الانقلابي وبين الاتحاد، والانقلاب عرف اليوم أن الاتحاد رقم صعب، أحب أم كره، رقم صعب لا يمكن تجاوزه. بالمناسبة يبدو أن بعض قيادات اليوم الاتحاد اليوم لم تستسغ إطلاق سراح الأستاذ سيف الدين مخلوق ونضال. فأحد القيادات الاتحادية تساءل في شكل دعوة بين ظفرين على الفيسبوك: ألا يمكن للنيابة العمومية أن تستأنف قرار هذا القرار القاضي بالإفراج؟ والجملة ناطقة بما وراءها. نعتقد إذن أن سلطة الانقلابي وعلى ما أظن عادت إلى الاتحاد أولا بعد أن أصبحت في عزلة كبيرة. بالنسبة لسلطة الانقلاب لو استثنينا عرابها العروبي، لم يعد لها من صديق، من لا هيئات مهنية ولا تنظيمات ولا أي شيء آخر. ثانيا، إن المهمة التي يبدو أن الانقلاب جاء من أجلها ويحضر لها أساسا في وضع بين ظفرين إصلاحات موجعة، لا بد أن يكون للاتحاد حضور، أو لا بد أن تجد مقبولية عند الاتحاد. إذا كيف ستنتهي المعركة؟ هذا ما سنقف عليه بعد أيام.